مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تنساش تنزل تحت في صندوق الوصف، هتلاقي فيه كل مواقع التواصل الخاصة بيا. انا احمد، كنت قاعد مع اصحاب ليا بندردش، كنا بنتكلم في مواضيع كتير مختلفة، ودخلنا في مواضيع متعددة، منها مواضيع السحر والادمان والجن. والكلام كان عن اتفاق كامل ان المسحور او المدمن الاتنين مبقاش عندهم قناعة انهم مصابين، بالعكس هما بيدافعوا انهم سلام، عندهمش اي مشكلة. خلصنا القعدة بتاعتنا ورحت البيت، غيرت وقعدت اتفرج على التلفزيون، ما كانش ورايا حاجة اعملها. لما بقيت ادي تشم ريحة اللافندر مالت المكان، ما اتحركتش، ما انا اتعودت خلاص. وفعلا دخلت وهج مبتسمة، رديت الابتسامة وقعدت وبدت الكلام. موضوعكم كان جميل عن السحر والإدمان والمس. هنا أنا بصيت لها وابتسمت، خلاص مش هسأل عرفت منين، ما فيش فايدة فيها. قلت لها كان كويس، وقمت جبت مية ورجعت، لكن لقيتها واقفة وبتبص لي جامد. بقولها مالك في ايه؟ هنا قالت لي سؤال غريب، انت ما سألتش نفسك سؤال احمد؟ فقلت لها خير، سؤال ايه؟ هنا جت ناحيتي ووطت، وانفاسها بقت في انفاسي، وقالت انت ما سألتش نفسك انك يمكن تكون مسحور، وانك عايش في سحر ووهم كل ده؟ فضحكت، قلت لها ومين ده اللي هيسحرني؟ هنا وقفت ورايا وهمست في ودني بشيء غريب جدا، سندس مثلا، انا بقول مثلا. واقع الاسم كان غريب وكان صعب عليا، كان اول مرة اطرح السؤال ده على نفسي او حد يطرحه عليا. فبصيت ورا وسألتها وليه تعمل كده؟ ابدا، عشان تفضل معاها وبس. وبعدين انا بقول مثلا احمد، بس زي ما انت بقولت ان المسحور اخر واحد ممكن يصدق. وقامت وقفت وقالت همشي، ومشيت وبس. في حقيقة الامر كانت زرع الشك في راسي، كان في اسئلة كتيرة في دماغي، بس كنت مسافر مصر مش عايز حاجة تشغل دماغي. وفعلا سافرت القاهرة، بس في حقيقة الأمر كان الموضوع لسه في دماغي، هل ممكن أكون أنا فعلا مسحور؟ مفيش حاجة اسمها سندس، 30 سنة اللي فاتت دي كانت سحر ووهم. طب والناس اللي حواليا؟ طب علاقاتي؟ طب حياتي؟ طب كل اللي أنا بشوفه ده كان وهم؟ في يوم كنت سهران مع والدي بنتكلم مع صديق لي، وهنا اتفتح موضوع السحر والأفلام والحسد واللي بيتقال في الافلام، وكلام كتير وهبد في هبد ومواضيع ديت. بس كنت ساكت ببتسم، ما بردش او بعلق غير بكلمتين بس، الله اعلم او يمكن، ومش الضيف. وقعدت مع والدي نتكلم لما بدا يقول لي هو صح في جواز بين الانس والجن؟ فبديت افهمه راي الشرع في الموضوع ده ايه، والاختلاف ايه، وان طبيعة العلاقة فيها بعض المشاكل، عشان كده اراء الفقهاء بتقول كذا وكذا وكذا. وبديت اسهب في الموضوع لما قال لي طيب هو ينفع الخلفة بينهم؟ هنا بديت اشرح له ان الانسية مستحيل، لكن الجنية او الجن ممكن. هنا فاجئني بسؤال غريب، منتش عرفك بكل ده؟ مش يمكن انت غلط؟ فسكت وضحكت. لما كمل طب ما تجيب عفريتك نسمع منها. هنا تعدلت، قلت له بص يا بابا، هي ما اسمهاش عفريتك عشان هي بتتضايق، هي اسمها سندس. هنا كمل بكلمة غريبة، قال لي ايه يعني سندس؟ سندس ولا زفت؟ ما تجيبها، اسألها كم سؤال وخلاص. سكت، مكنتش عارف اقول له ايه، وخصوصا لما سمعت صوتها في وداني انا معاك برا، تفتح لي طريق لو تحب. هزيت دماغي وبديت اكلم بابا، قلت له طيب بص حاضر، هي جايه دلوقتي ومن الصاله التانيه هتيجي،
كنت بجهزه، ما انا مش عايز برضو اي غلطة. ابويا مصلي مسمي حافظ القرآن والحديث كله من حتى قبل ما يتخرج من كلية الطب ويبقى دكتور. ما كنتش عايز اي غلطة. سندس عصبية وبابا كبير وعصبي، الغلطة هنا ما تتعدلش. بس انا كنت مجهز نفسي لاي موقف. هنا هز دماغه ان حاضر، همست تعالي من الصالة. دقيقة وريحتها مالت المكان لدرجة ان بابا قال لي انت شامم الريحة الجميلة دي؟ فضحكت وقلت في بالي او في نفسي انا متعود عليها. قلت له هي يا بابا ماشي علينا. فعلا دخلت فستان اسود طويل مقفول من كل ناحية. هي عارفة في وجود ابويا تلبس ايه، ودي اكتر من مرة شافته. شعر اسود مرفوع وكعب عالي وضوافر كلها فضة على صوابعها. اول ما دخلت مبتسمة. هنا حصل اللي انا كنت خايف منه، كنت خايف منه قوي. اول ما شافها بابا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلعت رائد لا اراديا من والدي. سندس اتخشبت، حرفيا اتخشبت ورجعت لورا مباشرة بسرعة. قمت وقفت بينهم وبصيت لبابا قلت له بلاش الاستعاذة. هنا رد بالسؤال والاستفسار، ليه؟ هي كافرة ولا ايه؟ قلت له ابدا، هي مش مسألة كفر ولا حاجة، بس الاستعاذة كبيرة على الكل، وخصوصا لو حد جاي طوعا او من عالم تاني. هنا هز دماغه وبصيت للسندس اللي زي ما يكون ريحها كلامي ووقفت. فشاورت لها، بابا عنده أسئلة. بدأت تشرح له، ما سمع الحوار كله، بدأت تشرح له الجواز بين الإنس والجن والخلفة وإزاي استحالة الكلام دوت بأسلوب منطقي وهادئ أنيق مرتب. أنا كانت عين عليهم هما الاتنين وجاهز لأي حاجة تحصل. لما سكتت هنا رفع راسه وبصله وقال لي هو ده شكلها ولا إيه؟ جيت أرد فردت هي، قالت لا ده تجسد علشان أحمد يقدر يشوفني لأننا محجوبين عن أعين البشر. بابا ما كانش عايز يسكت، قال لها يعني أنت أصلا مش حلوة كده، يعني أنت ممكن تكون قرد أو حتى كلب. توتر الأمر تاني خصوصا بعد كلمة بابا ديت وبعد رمشة عين سندس اللي أنا عارفها اللي باين فيها توترها. وقفتلها ومديت ايدي ناحيتها وقلت له في حاجة تانية يا بابا؟ هنا قال لي لا 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 خلاص اصرفها. فقلت له هي ما بتصرفش يا بابا، دي بتيجي وبتمشي طوعا مش كرها. كان صعب فهم بابا مهما كان متعلم نوعية وطبيعة العلاقة اللي انا اتحطيت فيها ديت، كان صعب فعلا. راح السندس قلت له ارتحت. هنا بصلي وقال لي مش عارف، خايف يكون كل ده السحر وتخسر دينك. رجعت الفكرة تاني في دماغي، كنت بفكر فيها وانا نازل البيت، طب هو لو سحر بابا هيشوفها هيتكلم معاها؟ كنتش عارف افكر في ايه لما لقيت سندس على الكرسي بتاعها بس غيرت لبسها وقعدة وبدأت تتكلم وقالت اعتقد انه ارتاح كده. في حقيقة الامر انا كنت بفكر في حاجة تانية لما قالت لي انت مالك؟ قلت له سندس وانت سحراني؟ هنا بصت لي باستغراب وقالت سحراك انا وانت ازاي؟ قلت له يعني كل اللي انا فيه ده السحر منك ومش حقيقي؟ هنا قامت وقفت وجات جنبي بصت لي وركزت وقالت هو انت قابلت وهج قريب؟ قلت لها ايوه. ليه؟ هنا هزت دماغها وقالت انا عارفه اسلوبها ده، ازاي اسحرك احمد بعد كل ده؟ انا كنتش عارف ارد عليها. قلت لها انا بسال بس. هزت دماغها وقالت لي طيب انت قصدك انك ممكن تكون في السحر مش حقيقه وان انا سحرت كل حاجه بتشوفها وتحسها مظبوط؟ قلت لها بالظبط. قالت لي طب والدك برضو سحرته؟ وفلان برضو سحرته؟ واللي حصل يوم كذا برضو سحرته؟ ترى مش عارف. هنا هز الدماغ وقالت تمام. طب ازاي اثبت لك العكس كده؟ قلت لها انا مش عارف.
هنا وقفت وقالت بعصبية: وقت ما تعرف قول لي أحمد. وسابتني ومشيت. دخلت نمت وفي مليون فكرة في دماغي، مليون ألف حاجة عمالة تجري في دماغي، مش عارف أفكر. وتاني يوم صحيت خلصت شوية أشغال عندي، والليل نزلت اشتريت حاجات ورجعت البيت عادي. بديت أرتب الحاجة اللي جبتها في البيت لما سمعت صوت في الصالة، وأنا طالع شميت ريحتها ولقيت سندس واقفة. فابتسمت لها، بس هنا شاورت وقالت لي: البس انت هتنزل معايا. قلت لها: ليه؟ هو انت مش عايز تتاكد انك مش مسحور وتفهم؟ فهزت دماغي قلت لها: ايوه. قالت: طيب البس. دخلت لبست وطلعت، وقفت جنبها، كانت عينيها فيها غضب بالدري. انا فاهم سندس بالنفس، طريقه طلوع النفس، مش هقول لك بعينيها، بطريقه تنفسها انا فاهمها، رمشت عينيها انا فاهمها، التفاتاتها، حركاتها، غمزاتها، همزاتها، فاهم نفسها. كانت ايديها بارده وهي بتمسك ايدي، وفعلا نزلنا القصر، بس مش الجناح اللي احنا بننزل فيه كل مره، كان مكان ضخم جدا زي المعابد الفرعونيه او الرومانيه القديمه. ولفت انتباهي الحراس اللي في كل مكان. قلت لها: هو احنا فين؟ هتعرف. ومشيت وانا وراها لغايه ما وصلنا لباب ضخم بني كبير كان عالي جدا. وقفت وقالت: ورا الباب دوت الحقيقه، ورا الباب دوت اول مره بشر او جن يمر خلاله، هنا هتعرف الحقيقه وهتختار وهتعرف اللي انت عايزه كله. المطلوب منك انك تاخد قرارك وبس. هنا استغربت وقلت لها: وانا قابل مين هنا؟ ابتسمت وقالت: هتشوف في الوقت المناسب. في الوقت ده لاحظت ان السندس اتضخمت، بقت بحجم اكبر لدرجة ان في جزء من اجنحتها بان بعد ما قطع العباية من ورا، وهي عرفت بده وبصت لي بابتسامة. ودي كانت من المرات القليلة اللي السندس بتفقد السيطرة على نفسها في عملية التجسد. قعدت تبتسم وهي بتفتح الباب بإيديها، ودخلنا جناح ضخم وشيك جدا، كان كله من ذهب، فيش فيه حاجة جواه مش ذهب، كل حاجة حاجة كانت خرافية ولا زي اللي في الأساطير. شمعدانات ذهب، كراسي ذهب، كل حاجة ذهب. في الوسط كان فيه كرسيين حمر ذهب مطيين ذهب، وقدامهم كرسي كبير، أو بمعنى أصح عرش ضخم. كان العرش ده مرصع كله بالذهب والجواهر، من أرقى حاجة ممكن أشوفها في حياتي، أو ما شفتهاش بمعنى أصح. كان فيه قدام الكرسيين دول طاولة صغيرة عليها نجوم، وعليها صندوق ذهب مقفول. هنا خدتني سندس وقالت لي: اقعد. وقعدتني على كرسي من الكراسي دي، وقعدت على الكرسي اللي قدامي. قلت لها: سندس انا مش فاهم حاجه، احنا ايه اللي جابنا هنا وهقابل مين؟ هنا شاورت لي بصبعها ان بص على الناحيه التانية، ناحيه العرش. هنا انا انصدمت، كان في واحده على العرش، شبه ملهاش شبه، مرمريه البشره، تاج ضخم، جلادين حواليها في كل مكان، انواع حيوانات ضخمه قدامها، كانوا اربعه معرفتش ايه هما، كانوا نايمين تحت رجليها، جلادين في كل مكان ظهروا منين معرفش، وكانت مبتسمه. هنا قامت سندس وقربت ناحيتها وانحنت وشاورت لي ان تعالى. كان فيها رهبة، صدقا كان فيها رهبة. ومشيت لغاية هناك لما قالت لي: أحمد دي الجازي الملكة الأم. هنا أنا انصدمت، أنا مقابل أبوها ومقابل أخواتها، بس عمري ما توقعت إنها قابل أمها. كان ليها رهبة جديدة لدرجة إن سمعت صوت ضربات قلبي، كنتش توقع ان في يوم من الايام، ولا جه في دماغي ان في يوم من الايام اقول لها
الملكة فين، ما بسألش عن حاجة ما بتفيدنيش، ما بسألش فيها. كنت بقول لنفسي اهدى احمد، انت عارف انت فين ومع مين، اهدى. كنت بحاول اهدي نفسي. كان موقف غريب، تقريبا شبه الموقف لما قابلت الملك اول مرة، لما بدأت تتكلم الجازي بصوت رخيم عميق. انا عرفت الاشكال بينك وبين سندس، وان وهج للأسف دخلت دماغك، اقنعتك ان سندس سحرتك، انك خاضع لتأثيرها. هزيت لها دماغي، بس في حقيقة الامر كنت في حالة رهبة شديدة. هنا ابتسمت وقالت انت عارف انك اول شخص التقي فيه سواء بشري او من الجان. هزيت دماغي ان ايوه. قالت لي تعالى. قربت اكتر ووقفت في نفس اللحظة اللي تحس فيها ان كل شيء دبت فيه الحياة. مجرد ما اتحركت خطوة واحدة نحو العرش، كل حاجة دبت فيها الحياة. الجلادين فأسرع من البرق كانوا ناحيتي، الحيوانات وقفت، الجو اتكهرب، سندس متحركتش. كنتش لسه لحقت اوصل لحاجة لما قالت كلمة بصوت عالي، كله رجع لمكانه زي ما يكونوا روبوتات او ناس آلية. قربت اكتر، هنا قعدت تبصلي وتبتسم وقالت انت عايز الحقيقة صح؟ عنيد احمد، انت لسه عندك شك بعد كل ده؟ كنت بهزلها راسي وبس، ما كنتش بتكلم. هنا شاورت ارجع للصندوق. رجعت لورا للصندوق اللي قدام الكرسيين، الصندوق الذهب. افتحه. فتحته. جوه الصندوق دوت كان فيه كاس احمر مذهب كله، او بمعنى اصح من الذهب، بس الكاس ده كان فيه ماده زرقاء، انا مش عارف هي ماده زرقاء بتلمع، معرفش ايه هي. لما قالت قرارك احمد، اشرب الكاس ده وكل حاجه قبل شربك للكاس هتتمسح من دماغك نهائيا، اي حاجه خاصه بعالمنا هتتمسح وهترجع طبيعي، مش هتفتكر حاجه اسمها سندس، ولا هتعرف حاجه اسمها سندس، ولا هتفتكر اي شيء. وزناتك هتتسحب، رموزك هتتلغي، البوابات هترفضك، اسمك هيتمسح من السجلات، هترجع بشر طبيعي بدون اي ذاكرة عن العالم ده، يعني هترجع بشري بالكامل، وبكده تتأكد ان انت مش مسحور ولا اي حاجة. وشاورت بايدها، القرار قرارك انت. انا كنت ماسك الصندوق وبفكر، بس في نفس الوقت كنت ببص لسندس اللي كانت واقفة جنبها. حسيت في عيني خيبة امل، انا فاهم لغة العيون كويس وبارع في لغة العيون. حسيت في عيني خيبة امل وحزن، وفي لحظة كده، في لحظة حسيت زي ما يكون في دموع مش راضية تنزل. ورجعت ذكريات 30 سنة في دماغي. معقولة انا هتنزل عن كل العلوم والمعرفة ديت؟ هتنزل عن النزول والصعود والحروب، كل ده بشربة واحدة؟ معقولة ان انا هرتاح بعد كده وكله هيبعد عني؟ هسيب كل حاجة ولا اكمل في اللي انا فيه واتحمل؟ طب وسندس، هل فعلا هقدر انساها؟ هل مش هتيجي على بالي تاني؟ هل هي مش هتجيلي في الوقت ده تاني؟ هل كل حاجة بينا ممكن تكون انتهت كده نهائيا؟ في اللحظة دي انا قفلت الصندوق، خدت قراري. ابتسم السندس وبصت للملكة اللي قالت لها انت كنت صح، اهنيكي على اختيارك. وشاورت بايدها. هنا جت السندس خدتني ورجعنا بظهرنا للباب واحدة واحدة وطلعنا. السندس كانت سعيدة وتبتسم وقالت انا راهنت عليك ومخسرتش. بصيت لها وقلت لها
ما تقلقيش أنا معاكي، بس ضغوط شديدة والأفكار دي. هنا هزت دماغه وقالت لي ما تقلقش، أنا بس حبيت أكد لك إن حرية القرار ليك مهما طال الوقت. طلعنا برا القصر، الجو ليل بارد، كانت ريح السندس مالية المكان كله. لما قلت لها تعتقدي هتخلص إمتى الحكاية دي؟ هنا قالت لي هي هتخلص، كل بداية ولها نهاية، بس هتخلص امتى معرفش، وعلى ايه معرفش، المهم اننا سوا وبس. صح، هنا هزيت دماغي قلت لها صح. كان في اصوات طيور اول مرة اسمعها، وعدت اسمع ليها كويس. هنا انتبهت سندس وقالت لي عاجبك الاصوات؟ قلت لها اه، تحس ان ده عزف، تحس ان في قيثارة في السماء. هنا بصت لي وابتسمت. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم، تنسوش دعم بلايك وشير، وشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله. شكرا لكم، مع السلامة.